بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن حدادة السملات. يجب أن يتم وضع بسكوت في كنات السملات للحفاظ على الغطاء الخرساني الجانبي للسمل. فالبسكوت لما يتحط في الكنة بيمنع إن الحديد يتحرك يمين أو شمال، وبيحافظ على الغطاء الخرساني اللي هو متصمم ليه. يعني لو احنا حاطين البسكوتة دي عشان تعمل غطاء خرساني 5 سم يمين و5 سم شمال وهكذا، نلاحظ ادي البسكوتة هنا وادي البسكوتة هنا عشان نقدر نحافظ على الغطاء الخرساني للسملات. بشكر حضراتكم وأسألكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.